طيب أزيد لحضراتكم من الشعر بيت. ناس كتيرة جدا كانت بتتكلم عن إمام عاشور واللي بيعمله إمام عاشور والترقيصة اللي خدها إمام عاشور وبتاع. الحقيقة النهاردة تحديدا، النهاردة تحديدا إمام عاشور عجبني جدا. أنت بتتكلم على مين يا إسلام؟ على إمام عاشور لاعب نادي الزمالك؟ آه يا فندم، بتكلم على إمام عاشور لاعب نادي الزمالك. ليه؟ بتكلم على إمام عاشور ليه؟ لأن إمام عاشور عمل حاجة فيها روح رياضية كبيرة جدا ومحترمة جدا تخلينا كلنا كأهلوية اللي دائما، خدوا بال حضراتكم، دائما ما نتابع الروح الرياضية. والنادي الأهلي عندما يتكلم يتكلم بأخلاقه وبمبادئه، لأنه دائما ما يرسي الروح الرياضية. فلما يحصل حاجة من إمام عاشور أو من نادي منافس اللي هو النادي اللي المفروض اللي بيتقال عليهم ديربي ومش ديربي والكلام ده كله، لا هنطلع ونقول لازم نبني على ما هو قادم من خلال التصرف المحترم اللي عمله إمام عاشور. تصرف رائع من إمام عاشور. هما زمايل في المنتخب بالمناسبة، إمام ومحمد عبد المنعم، ولكن كتير يخافوا يعملوا الحركة دي بتاعت اللي عملها إمام عاشور. في ناس تخاف تعمل الحركة دي، ولكن إمام عاشور بوجوده في المستشفى وزيارته لمحمد عبد المنعم، أنا شخصيا بقى أحييه، وعارف أن معظم كل جمهور النادي الأهلي هيحيي إمام عاشور على هذه الروح الرياضية المحترمة. قبل كده لو تتذكروا محمد عبد الشافي، هذا النجم الكبير في نادي الزمالك والنجم الخلوق المحترم، كابتن وليد سليمان لما راح له الكل احتفل بهذه اللقطة، احتفل بالروح الرياضية مش باللقطة. ان كابتن وليد سليمان راح لكابتن محمد عبد الشافي لاعب النادي او نجم النادي الاهلي بيروح لنجم نادي الزمالك في المستشفى عشان يطمن عليه. هذه هي الاخلاق اللي احنا دايما بنتربى عليها داخل النادي الاهلي. هل ده معناه ان انا ما اردش على فريرة؟ لا ارد، بس ارد بمنتهى الاحترام والادب بدون ما اغلط. واجيب لحضرتك الأهلي كان ممكن يلعب نفسه كم مرة، ما عندناش مشكلة. هتقولي دي عكس دي، ما هي دي عكس دي، لأن دي حاجة ودي حاجة. والصورة هاتها تاني يا سمير لو سمحت. الصورة اللي احنا شايفينها دي حاجة محترمة، يجب أن يتم البناء على هذه الصورة. آن الأوان إن احنا لما نشوف صورة محترمة زي دي من اتنين نجوم كبار، يعني طبعا محمد عبد المنعم في المستشفى وكلنا نروح له ونسأل عليه ونطمن عليه كأهلوية، إن إمام عاشور لما يروح له يجب أن يتم إبراز هذا الموضوع كحدث. لأنه أتمنى إن كل وسائل الإعلام تتكلم في هذه النقطة، لأن هو ده اللي بيرسي المبادئ والعلاقات الطيبة. الملعب هناكل بعض رياضيا جوه الملعب، لكن بعد المباراة الناس صحاب. لو شفت حضرتك كباتن الفريق هنا وهنا وهم بيتكلموا، هتقول انه هناك البعض المتعصب هيراجع نفسه، هيراجع نفسه. انا ليه بقول الكلام ده؟ لانه انا واحد من الناس اللي حصل معايا هذه الامور كتير جدا، مش انا، اجيال كتيره جدا جدا. لما تيجي تتكلم تلاقي ان فلان، يعني انا شخصيا كنت بقعد انا وحازم امام في اوضه واحده في المنتخب من واحنا صغيرين لغايه لما كبرنا. نجم نادي الزمالك وانا كنت ساعتها ما بلعبش في الاهلي، لكن بعد كده لعبت في الاهلي، كنت بقعد مع حازم امام في الاوضه. ناس كتيره جدا من الاهلي بيقعدوا مع لعيبه من الزمالك في اوضه واحده. هتقول لي ازاي؟ هقول لك اهو، هي دي الدنيا.